هلا كمان خلال هذا البرنامج غير هدفه الأساسي ما نقول لكل شخص ولكل رجل حابب يعرف طبيعة مي مظبوط وبتفكر بإيه يتابعنا في الحلقة دي مش كده؟ طيب لا أرفض المشاركة في أي عمل تعرضه علي يسرى مهما كان حجم الدور صح. نعم أم لا؟ صح نعم عشان كان إلى فضل الأكبر طبعاً. بإطلاقتك ومسيرتك يعني ما فيهاش كلام بس اليوم انت كمان عندك صار اسم وصرتي بتشوف الدور اذا بيناسبك نعم ام لا بتشوفي مساحه الدور اذا بتناسبك ام لا حتى لو كانت مساحه الدور قليله فقط لانه يسرى موجوده فيه رح تقبلي اصل الناس هتبقى فاهمه ان انا بعمل ده ليه انه ده مش تقليل من شانك لكن النهارده في نجمه كبيره اديتك فرصه في يوم من الايام كانت اول من اداكي الدفعه الاولى انك تطلعي على الشاشه وكده فلو جايه النهارده بتقول لك تعالي مشهد هروح